مباشرة للتعرف على تفاصيل ما حدث في المجرى الملاحي لقناة السويس ينضم إلينا السيد جورج صفوت المتحدث باسم هيئة قناة السويس. مرحبا بك معنا في هذه الساعة على شاشة القاهرة الإخبارية أستاذ جورج. طبعا قبل أن نسأل في التفاصيل وكيف تم التعامل الإنقاذي مع الناقلتين، يهمنا نفهم من حضرتك هل عادت الحركة الملاحية إلى قناة السويس أو بالأحرى متى ستعود وبكامل طاقتها أو تحدث بشكل تدريجي مثلا؟ بالفعل حركة الملاحة فندم رجعت طبيعية تماما في قناة السويس. قناة السويس بتستقبل السفن بكامل طاقتها، سواء السفن القادمة من البحر المتوسط في اتجاه البحر الأحمر أو في الاتجاه المعاكس من البحر الأحمر للبحر المتوسط. مفيش أي مشاكل حاليا في حركة الملاحة، والسفن بتثير أو بتبحر طبقا للجداول الزمنية المحددة إليها مسبقا. كيف تم التعامل أستاذ جورج؟ لأنه كما فهمنا أن التعامل وصف بأنه كان فوري مع واقعة أعطال الناقلتين. صحيح، يمكن المواقف الطارئة بتحدث في أي ممر ملاحي في العالم، وتظل دايما الفيصل أو بيظل الفيصل أو كلمة السر هي مستوى الجاهزية واستعداد الأفراد أو توافر المعدات للتعامل الفوري مع الحادث. يمكن في الساعات الأولى من صباح اليوم واجهنا موقف طارئ من حيث حركة الملاحة داخل قناة السويس، كما جاء في البيان الرسمي اللي نشرناه مع الساعات الأولى من صباح اليوم، وهو حدوث مشكلة في ماكينات ناقلات الغاز، إحدى ناقلات الغاز العابرة لقناة السويس، نتج عنه فقدان كامل في قدرة هذه السفينة على التوجيه، وبالتالي توقفت هذه السفينة بشكل طارئ، وهو ما أسفر عنه أيضا مع وجود سرعات كبيرة جدا في التيار البحري في هذه المنطقة من القناة. كان في سفينة خلفها أو ناقلة نفط تحديدا كانت بتبحر خلف هذه السفينة، أسفر هذا التوقف المفاجئ لناقلة الغاز عن حدوث احتكاك بسيط بين ناقلة الغاز وناقلة النفط التي تليها في القافلة. التدخل هنا كان يمكن تدخل سريع من هيئة قناة السويس، السيد الفريق أسامة ربيع لدوما ما يوجه بالوقوف على مستويات عالية جدا من الجاهزية والاستعداد، سواء على صعيد العناصر البشرية أو المعدات والقاطرات البحرية اللي بتستخدم في الإنقاذ. على الفور تم الدفع بأربع قاطرات بحرية، تم الدفع بفريق الإنقاذ التابع لهيئة قناة السويس، تمت السيطرة على الموقف داخل المجرى الملاحي، وعلى الفور بدأنا في سحب ناقلة الغاز وأيضا ناقلة النفط خارج المجرى الملاحي بالكامل، واستعدنا حركة الملاحة خلال شويعات قليلة جدا، لم تتأثر حركة الملاحة على الإطلاق. رعينا أيضا أن احنا نحافظ على سلامة السفن اللي بيتم سحبها خارج المجرى الملاحي، تأكدنا من عدم وجود أي حوادث لانسكاب بترولي أو ما شابه، تأكدنا أيضا أن السفن ما فيش فيها أي أضرار في البدن أو في أجسام السفينة نفسها، لكن زي ما قلت لحضرتك السفن بتعاني من مشاكل في الماكينات وفي التوجيه، وهو ما أفقدها القدرة على الحركة، وبالتالي استلزم الأمر تدخل قاطرات هيئة قناة السويس اللي تعاملت مع الموقف بمنتهى الاحترافية وبمنتهى الإيجاب. طيب أستاذ جورج، يعني نتوقع بأنه مجرى ملاحي بأهمية قناة السويس يكون في يعني محاكاة لخطط كأعطال من ما حدث اليوم، هل أصلا حصلت هذه الواقعة من قبل؟ هل صادفتم وأن حدثت هذه الواقعة من قبل؟ وما شكل الخطط الموضوعة الإجرائية للتعامل مع هكذا حالات؟ ممر ملاحي بحجم قناة السويس بتعبره 12% من إجمالي حركة التجارة العالمية، عبرته العام الماضي أكثر من 25 ألف سفينة، تحديدا 25,911 سفينة. حدوث مواقف طارئة ملاحية فيه أمر متوقع وأمر طبيعي بنستعد له دايما على مدار العام، بيتم تنفيذ خطط موسعة جدا سواء للتدريب أو المحاكاة في أحدث مركز للتدريب والمحاكاة تابع لهيئة قناة السويس في الشرق الأوسط في المنطقة العربية. بيتم تدريب فرق الإنقاذ التابعة لقناة السويس على سيناريوهات محاكاة لمثل هذه المواقف الطارئة اللي قد نتعرض إليها في أي وقت، ودايما زي ما بقول لحضرتك بتكون كلمة السر أو الفيصل هو مدى الجاهزية سواء على صعيد العناصر البشرية أو المعدات والقاطرات وما شابه من معدات الإنقاذ. التدخل السريع النهاردة والتدخل الاحترافي من هيئة قناة السويس هو بيكون فرصة بالنسبة لإدارة الهيئة أن هي تؤكد على معدلات الجاهزية، معدلات الاستعداد، معدلات التدريب الراقي اللي بيتلقاها عناصر الأفراد البشرية الموجودين في فريق الإنقاذ التابع للهيئة، وبالتالي ده اللي بيترجم ليمكن تعامل احترافي بيسفر عن حل الموقف في سويعات قليلة بما لا يؤثر على حركة الملاحة. زي ما قلت لحضرتك هي عدد من العمليات المتوازية اللي بيتم في نفس الوقت ما بين عمليات فحص مبدئي للسفينة والموقع الواقع نفسها، ما بين أيضا عمليات قطر أو سحب للسفن
اللي بتواجه اي مشاكل فنيه داخل المجرى الملاحي وصاحبها خارج المجرى الملاحي، وما بين ايضا مجموعه من اكفأ المرشدين على مستوى العالم اللي بيسيروا ايضا حركه الملاحه على التوازي بدون اي تاثير. يمكن استراتيجيه التدريب في قناه السويس هي ممتده على مدار العام، توجيهات فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي دوما ما يؤكد في كل مناسبه على اهميه الارتقاء بمعدلات الاداء في قناه السويس سواء على صعيد العناصر البشريه، وايضا التاكد من توفر المعدات اللازمه للتدخل في اي موقف طارئ. هي دي اللي بيتم بلورتها يمكن في مثل هذه المواقف الطارئه لتدخلات سريعه جدا حاسمه، وايضا تدخلات ناجعه بتسفر عن الحفاظ على استدامه حركه الملاحه داخل المجرى الملاحي الاهم عالميا. اشكرك جزيلا لكل هذه المعلومات، كنت معنا هاتفيا استاذ جورج صفوت المتحدث باسم هيئه قناه السويس، شكرا جزيلا.